عليكم، أنا الطالبة شيماء ضياء الأسطل، الحاصلة على معدل 96.1 على الفرع العلمي في مدرسة خان يونس. أنا والحمد لله كنت الأولى على عائلة الأسطل. أهدي هذا النجاح إلى أمي وأبي وأجدادي وعماتي وأعمامي وأخوالي وخالاتي وجميع أقاربي وأحبابي ومدرساتي. لا أنسى أن أهدي هذا النجاح إلى الأسرى والأبطال في كل فلسطين. أقول لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام أن تقدم الإنسان غير مرهون في فترة معينة من حياته، وعوضهم الله عن هذا النجاح في نجاحات أخرى. أيضا أقول للطلبة المقبلين على توجيه في العام القادم أن يثابروا ويجتهدوا لكي نراهم ونرى منهم من أوائل الوطن بإذن الله. أنا الطالب يحيى يونس محي الدين الأسطل، الحاصل على معدل 94.6 من مدرسة كمال الناصر الفرع الشرعي، الحاصل على الترتيب الثالث على عائلة الأسطل. أهدي هذا النجاح إلى أبي وأمي وإخوتي وأختي الوحيدة إيمان وزوجة أخي ومدير المدرسة والمعلمين والمرشد الذي أرشدنا وكل من ساهم في إنجاح مرحلتي التعليمية في الثانوية العامة، وشكرا. السلام عليكم، اسمي الطالبة رؤى محمد عبد المجيد الأسطل، حصل على معدل 93% في الفرع العلمي مدرسة أحمد شوقي ثانوية للبنات، الحاصل على الرتبة الرابعة في عائلة الأسطل. وأهدي هذا النجاح إلى والدي وتوسيده وعماته وخالاته، وأخص بالإهداء إلى أختي وابنتها جودي محمد سامي الأسطل، وشكرا. أنا الطالب الشمس نضال أحمد الأسطل من مدرسة عيلبون الثانوية للبنات، الحاصل على معدل 92.4 الفرع العلمي، الترتيب الخامس على مستوى عائلة الأسطل. أهدي نجاحي إلى والدي الغوالي وإخوتي وأخواتي ومعلماتي الفاضلات وأسرانا البواسل وأرواح شهدائنا، ولكن فرحة النجاح لم تكتمل بعد إلا بعودة أبي وأخي أحد مصابي مسيرات العودة من جمهورية مصر العربية. السلام عليكم، أنا هدير تحسين عبد الحميد الأسطل، حاصل على معدل 91.4 فرع الأدبي مدرسة خان يونس الثانوية للبنات. أهدي نجاحي لأبي وأمي وأهلي وكل من ساندني في مسيرتي لأصل إلى الحلم المحقق، شكرا. طالبة آلاء رمضان محمد الأسطل، الحاصل على معدل 91.1% من مدرسة فاروق الفرة الثانوية للبنات الفرع الأدبي. أول شيء بهدي نجاحي لروح والدي رحمة الله عليه اللي كان بتمنى يكون موجود ويفرح فيني، بس الحمد لله يعني قضاء الله وقدره فوق كل شيء. بهدي نجاحي أيضا لأم الغالية أدامها الله وحفظها ورعاها، ورح تضلها دائما فوق راسنا، وإن شاء الله بنرفع راسها دنيا وآخرة. بهدي نجاحي لإخواني وخواتي الموجودين عبد وحذيفة ومحمد وعلي وإخواتي صفاء وهناء وإسراء وشيماء، وأنا كمان بهدي نجاح لإلي، وبهدي نجاحي لكل إنسان دعالي ووفقني، وبهدي نجاحي أيضا للشعب الفلسطيني بصفة عامة، وبهدي نجاحي للشعب الغزاوي بصفة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الطالبة خديجة عبد الرؤوف الأسطل، حصل على معدل 91.1 بالعشرة
من الثامنة على عائلة الأسطل. بشكر ربنا طبعا على هذا النجاح اللي هو وفقني لأني أحصل على هذا المعدل. بهدي نجاحي لعائلتي، ماما وبابا، إخواني أخواتي، نسوان إخوتي. بشكر عائلة الأسطل، بهدي نجاحي لاتحاد شباب عائلة الأسطل، لمعلماتي مديرة الفاضلة إمبلال شراب. بشكر كل من ساعدني وشجعني على أني أحصل هذا المعدل، منهم الأستاذ خالد عبد الحميد الأسطل. بتمنى هذه الفرحة نفرحها وإحنا إن شاء الله محررين المسجد الأقصى. بهدي نجاحي لأرواح شهداء عائلة الأسطل وجميع الشهداء الآن. بتمنى تحرير الأسرة، تحرير فلسطين، نفرح هذه الفرحة وإحنا عند أبواب مسجد الأقصى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة خلود محمود حمدان الأسطل من مدرسة بنات خان يونس الثانوية للبنات، الحاصلة على معدل 91%، الفرع العلمي أو ترتيبي على عائلة الأسطل التاسعة. أهدي نجاحي إلى ماما وبابا ولإخواني وأخواتي وعائلتي بشكل عام وعائلة الأسطل بشكل خاص. أهدي نجاحي أيضا إلى مديرة المدرسة الفاضلة أسماء مقداد ومعلماتي الكرام. أهدي نجاحي أيضا إلى أمهات الشهداء وأمهات الأسرى وإلى كل من ساهم في تحقيق هذا النجاح. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة أمل فريد مصطفى الأسطل من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، الحاصلة على معدل 90.9% في الفرع العلمي. أهدي نجاحي لأمي وأبي ولأهلي.